هاي جايز، اخر فيديو كان بارت 1 من يوم في حياه طالب ستيم. ان شاء الله في الفيديو ده هيكون فيديو بارت 2، ويلا نبدا. دلوقتي انا خلصت اليوم الدراسي واتغديت، فدلوقتي بقى وقت المذاكره. بالنسبه بقى للمذاكره، فاحنا مش بنذاكر بالتابلت عادي شبه ثانويه عامه وكده. احنا عندنا بناخد لابتوب بنستلمه في سنه اولى، بندفع له تامين 3000 جنيه، وبعد كده بقى بنستلم اللاب ده بنذاكر بقى عليه. بالنسبه للكتب، فاحنا ما عندناش كتب، احنا عندنا بنذاكر على النت، فالمدرسه موفرنا النت يعني، فبنذاكر بقى عليهم، وممكن بقى يوتيوب او ريفرنس معين بنذاكر منه، لكن كتب لا. فاحنا بقى بنلخص كل فيديو مثلا بنتفرج عليه او كده، فبلخصه في الاخر بقى بذاكره، وبعد كده بنحل عليهم. المدرسه يعني بتبقى موفره لنا الماتيريالز اللي احنا نذاكر من عليها. فده كده بالنسبه لطريقه المذاكره. طريقه بقى المذاكره زي ما قلت لكم، احنا مش بنذاكر بقى، بنشتري بقى كتب وبناخد دروس وكده. احنا بنعتمد على مذاكرتنا احنا وعلى الحاجات اللي المدرسين بيدوها لنا. هنفترض مثلا هنا انا بذاكر جيو، تمام؟ احنا الجيو بنذاكرها من ريفرنس او من كتاب اسمه ارسكم. هنفترض مثلا هنا هجيب بيج 50، تمام؟ هفترض ان ده هو اللي عليا، ده اللي انا المفروض اذاكره. اهو في هنا اهو سيكشن 1، فانا بقى بقرا بقى كل ده، وفي الاخر بقى بطلع المعلومات اللي انا محتاجاها، بحطها بقى فين؟ هنا. بقعد بقى الخص بقى، اطلع كل المعلومات اللي عليا، في الاخر بقى بلخصهم هنا، وبعد كده بذاكرهم. بعد بقى ما اذاكر بقى بنحل بقى من الاسئله المدرسين بيبعتوها او كده، وده بيبقى احسن في توفير وقت يعني. بدل ما انا افضل كل ما عاوز اذاكر افتح هنا بقى واقرا كل ده واطلع المعلومات من اول وجديد، فاحنا بقى بنحطها هنا، بعد كده بقى بنذاكر منها. فده بقى بيكون اسهل، ومعظم الناس يعني بتذاكر بيها. مش هقول كله بقى، عشان انا ما اعرفش يعني كله بيذاكر بنفس الطريقه، لا، بس انا كل اللي حواليا بيذاكر بنفس الطريقه. وبس كانت هي دي كده طريقه المذاكره. جت بقى الساعه 8، وبعد كده ندوا علينا عشان خاطر العشاء. نزلت اتعشيت وخلصت، ودي بقى كده كانت وجبه العشاء. بعد ما بخلص كل حاجه في المدرسه، سواء كانت مذاكره او تاسكات، ساعات بقى بنزل انا واصحابي تحت نلعب بولي، في اللي بيلعب باسكت على حسب بقى، او ممكن بقى لو مش حابه العب مثلا او خلصت لعبه او كده، ممكن بقى اطلع اتفرج على مسلسل انا متابعاه حاليا وبتفرج عليه يعني. اوكي، يكون الفيديو خاص، شوف تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.